أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في الأسبوع الثالث من دروس اللغة العربية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تقرأ النص قراءة معبرة وصحيحة وتبين معاني المفردات والتركيب الجديدة في النص. مهارة القراءة. القراءة عزيزي الطالب هي عملية معرفية وفكرية من شأنها أن تحفز العقل على العمل باستمرار، كما أن من شأنها أن تحدد حدوث الأمراض العقلية وأن تحافظ على بقاء الدماغ نشطاً وتزيد من قدرته على التركيز والتحليل. وأن تعزيز مهارة الكتابة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة عدد المفردات، فعندما يقرأ المرء أكثر تنمو لديه ملكة الكتابة وبإمكانه أن يستفيد من مهارة الكتاب أو الصحفيين، حيث أن القراءة لها أهمية كبيرة في جعل المرء يكتسب المعرفة والمعلومات الجديدة والمفيدة. والجدير بالذكر أنه كلما ازدادت معرفة المرء أصبح أكثر قدرة على مواجهة الحياة وما يلاقيه من مصاعب، حيث تساعد القراءة على تنمية القدرة على التحليل والنقد من خلال توظيف الفرد لمهارة التفكير الناقد، وذلك من خلال ملاحظته لجميع التفاصيل التي يقرأها ويحدد فيما إذا كانت كتبت ووصفت بطريقة جيدة أم لا. لكل شخص عزيز الطالب ذوق خاص في القراءة، فهناك من يفضل قراءة الروايات، وهناك من يفضل قراءة الأدب، ومنهم من يفضل قراءة الشعر، ومنهم من يهوى قراءة المجلات، وكل ذلك يعد من مصادر الترفيه عن النفس والتسلية، فكل فرد يقرأ فيما يرفه به عن نفسه. كلما زادت قراءة المرء زاد مخزون الكلمات لديه، سواء كانت هذه الكلمات من المفردات التي يمكن استعمالها في الحياة اليومية أو في العمل أو في المناسبات الرسمية. وإن زيادة حصيلة المفردات لدى المرء من شأنها أن تساعد على التقدم في سلمه الوظيفي وفي زيادة ثقته بنفسه عند التحدث مع الآخرين. ودرسنا لهذا الأسبوع عزيزي الطالب هي بلاد الجميلة، تتحدث عن شخص اسمه رضوان قضى حياته في تدريس تاريخ بلاده للناشئة، غير أن الحظ لم يحالفه بتعليم أحفاده تاريخ وطنه. ولديه ثلاثة شبان هاجروا إلى كندا وتزوجوا ورزقوا أولاد لا يعرفون بلادهم، هذا ما كان يحزنه دائما. وبعد تفكير طويل قرر أن يفاجئ أولاده بهدية لا تخطر ببال أحد، حيث لدى رضوان ابنه البكر سالم. اجتمع الإخوان نبيل وربيع وأولادهم ليستقبلوه. بعد تبادل التحيات أخرج من حقيبته قرصا عن بلاده وراح يقول بصوت حنون: هديتي هذه المرة مميزة، لقد حضرتها بنفسي وسكبت فيها خبرة عملي وحملتها خالص حبي، لعل هذا الحب ينتقل إلى أحفادي الأعزاء. بعد قراءة النص عزيزي الطالب عليك أن تحاور النص من خلال استخراج المفردات التي تدل على طبيعة البلاد. يلاحظ المثال: سكب الماء وسكبت فيه خبرة عمري. عليه أن يميز بين الجمل المعنى الحقيقي من المجازي. أيضا لماذا اعتبر رضوان أن الحظ لم يحالفه، وما كانت هدية رضوان وما الغاية منها، ما الذي يدل على تنوع طبيعة لبنان، وهل حقق رضوان غايته، وعليه أن يستخرج الجمل الدالة على ذلك. أيضا عزيزي الطالب، هل أعجبتك هدية رضوان ولماذا؟ ولديك رفيق مهاجر عزيزي الطالب، لديك رفيق مهاجر اتصل بك هاتفيا لتقنعه بالعودة إلى لبنان، ما عليك أن تقوم بمشهد تمثيلي أمام زملائك لذلك. إذا عزيزي الطالب بعد قراءة النص عليك أن تحاور النص وتقوم بحل الأسئلة. أما الدرس الذي يليه المذكر والمؤنث، تنقسم الأسماء في اللغة إلى من حيث جنسها إلى الاسم المذكر والاسم المؤنث. المذكر ما يدل على مذكر ولا يوجد له علامات محددة ولا ينتهي بأحد علامات التأنيث. أما المؤنث فهو ما يدل على مؤنث وله قسمان: التأنيث اللفظي والتأنيث المعنوي. التأنيث اللفظي هو الاسم الذي ينتهي بأحد علامات التأنيث الثلاث: زينة، أسماء، هدى، سجى. زينة التاء المربوطة مثل سارة، فاطمة، رقية، هبة. أسماء الألف الممدودة مثل سناء، رجاء، حواء، دعاء. وهدى الألف المقصورة مثل نجوى، وسلمى، وسلوى. التأنيث المعنوي
وهو الاسم الذي يدل على مؤنث في معناه ولكنه لا يحتوي على أحد علامات التأنيث مثل رهام، بيسان، سمر ورهف. ويوجد أيضا في اللغة العربية أسماء مذكر لكنها تحتوي على علامات التأنيث. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم، وطاب نهاركم بكل الأمل والخير.